المنطقة السهل مع مهند. Break up with, break up with, break up with, يعني تسيب حد انت كنت بتحبه. For example, has سامح really broken up with مرفت؟ هو بجد سامح ساب مرفت؟ Yes, سامح has broken up with مرفت. أيوة سامح ساب مرفت. يعيني عليك يا مرفت. ما تنساش تابعني على يوتيوب فيسبوك وكمان التليجرام. وبكده تكون خلصت حلقتنا. لايك وشير ده بقى شيء أساسي. النطق السهل ده في كل حتة معاك وهعمل رقم قياسي. إن كنت في نطقك بتعاني تعلم عندنا مجاني. بدل ما يكون نطقك مصري غير عندنا أمريكاني. أمريكاني 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 معاك وهعمل رقم قياسي. ما تنساش لايك وشير. معاك وهعمل رقم قياسي. لايك وشير.